السلام عليكم. فيديو ديال اليوم غادي يكون اجابه على اسئله ديالكم بخصوص السؤال اللي تطرح عليه بزاف، هو داك الفيديو ديال المقاطعه. علاش ما درتوش كيوتيوبرز فيديو ديال المقاطعه؟ كما كتعرفوا انا خارج المغرب، يعني دوك المواد اللي نتوما غادي تقاطعوا انا ما كنستهلكهمش، لذلك فما دويتش على الموضوع. الحاجه اللي نقدر ندير هي نهبط دابا للماركت وندير لكم واحد المقارنه بسيطه ما بين الاثمنه هنا في تركيا كدوله اللي هي يعني واحد 60 أو 70% أوروبية. ما عرفت شنو نقول لكم. أنا أصلا فاش كنت في المغرب يعني ما كناخدو يعني الماء، كنا كناخدو الماء ديال روبيني عادي فحال واحد 60 أو 70% ديال المغاربة. أنا غادا هابطة دابا هنايا للماركت باش غادي نوريكم الأثمنة. هذه اللي كتشوفوا قدامي هذه الدار اللي كيقراو فيها الناس اللي أجانب على المدينة، يعني هذه دايرينها فيها نتوما المدرسة، أدوات ديال الترفيه. هاد التوشيه اللي كتشوفوا هادي كيدي ايفي، يعني دار صغيره ديال المشاش كتكون فيها الماكله، العاب كتكون فيها. الناس هادو كيفكروا حتى في الحيوان، كيفاش ما غيفكروش في الانسان؟ كيف ما قلت لكم هاد البلاصه هادي خاصه بحال مكان للترفيه، يعني فيها مكتبه، فيها لاصال ديال الرياضه، فيها هكا الانترنت، فيها كل شيء بحال شكل شي سيبر كافي صغير. كيجيو ليها الطلبه اللي خارج هاد المدينه هذه اللي ساكنين في اللي كيقراو يعني مؤقت هنايا، كيجيو ليها يعني للترفيه وهذا. وكيكون فيها هكا داكشي ديال الدعم، يعني لي كور، كلشي اللي كدير الدوله يعني فابور. اللي بغى يدير شي فوتوكوبي، اللي بغى يدير شي حاجه كيجي يديرها هنايا فابور يعني، ولا ما عندوش. وكيجيو ليها حتى العرب يعني الاجانب اللي كيقراو هنايا في تركيا، دارها لهم قريبه انفاس معاه داير لهم هاد ديال الباص. الباص بالنسبه لهنايا الطلبه في تركيا كيخلصوا نص ديال الثمن، كطلع كتخلص في المينيبوس يعني ليره ونص، اولا بالنسبه يعني الاورانجي يعني كتقولي انا طالب كتخلص واحد 50 قروش ناقصه، واحد درهم اولا جوج دراهم درهم. هنايا كاين هاد الماركت، هذا الاسم ديالو ميغروس. هذا نقول لك شويه بحال شكل مرجان، هادو عندهم الماركت اللي بحال شكل مرجان اسيما، عندهم كارفور مترو على قوة الله اكبر. ولكن انا جيت لهاد الماركت هذا ايوزبير. تركيا هنا دايرين ماركت مثلا بحال هاد 101، دايرين بيم، دايرين بحال هاد الماركت خاصين بالناس اللي عندهم دخل محدود. الناس اللي عندهم دخل محدود يعني كيشدوا عسكر اجره، يعني الاجره ديال العسكر، فدير لهم هاد الماركت باش كياخذوا الحوايج باقل ثمن. هذه القرعه الصغيره فيها نص سترو، حنا ما عندناش واقيلا كاع القرعه ديال نص سترو، كتكون فيها شي 30 اولا 40. هذه ب 0.40 قروش، الليره كتضربوها في جوج اونص. هادو هادي فيها 8 ايترو ب 5 ليرات، 8 ايترو ب 5 ليرات. هادي حيتاش اريكلي بحال بغيت تقولوا ناسلي. هادي دالكا ماركه دي خاصه بهاد الماركت هذا، 6 كتاخذوا 6 ب 3.85 اولا ب 4.20، يعني 6 كتاخذوا وكل قرعه فيها اترونس، يعني بحال كتاخذوا 6 في اترونس. باردون، عندهم حوايج اللي رخاص وعندهم حوايج اللي غالي. الماء موجود هنا في تركيا رخيص، دوش به، الماء عندهم رخيص. يعني قرعه ديال 8 اترو ب 10 دراهم 12 درهم، بينما حنا قرعه ديال يعني هاد الثمن هذا يجيب لك جوج قرعي في المغرب ديال سيدي علي. هما الحوايج اللي كيتصايب مثلا الناس اللي عندهم غالي، لانه ما كيتصايبش في تركيا، ماشي ماركه تركيه. كيديروا ما دالكا، حياه، بينر، ماركات تركيه باش الناس زعما ياخذوا المنتوج التركي. دابا غنصور لكم الياغورت. هنا عندهم هذا ياغورت مصايب في الدار طبيعي، شوفوا قداش فيه، نص كيلو ب
بجوج طليرات بستة دراهم، هذا ياغورت ومصايب في الدار. هما الاتراك ما كياخذوش هادو بزاف، عندهم شويه تا هما غاليين، مثلا جوج بستة دراهم عندهم شويه غاليين، ولكن ما كياخذوهمش. هما كياخذوا هذا طبيعي وفيه نص كيلو كاين ديال 200 غرام، هذا ب 120، هذه ماركه شويه غاليه، هذه ماركه خاصه بالماركت، يعني كيخرجوا منه بزاف ديال الحوايج. هذا اللبن، هما الاتراك ما كياخذوش هذا الشيء بزاف، يعني كياخذوا هذا الطاق ديال الياغورت، اولا كياخذوا الحليب وما عندهم في البازار، كيجي داك سوتشو يعني كيبيع الحليب ديال حتى الكار طبيعي، كيبيعو كيبيع لك لتر بجوج طليرات على ما كنظن، لتر اولا اتروبليرا على ما كنظن، ما عرفتش متاكدهش. انا ما كناخذوش الصراحه، كناخذوا هاد الطيله هادي كبيره بجوج اولا ثلاثه طليرات ب 10 درهم في نص كيلو، يعني كتقضي لي السيمانه. شوف بحال هاد الماركتات هما اللي كنصور لكم فيهم، كيجيبوا فيهم هاد الديكوراسيون وهذا الشيء بحوايج باثمنه مناسبه، يعني باش ياخذ الشعب كامل، يعني على حسب المناسبه. كان الدخول المدرسي كياخذوا كيجيبوا داك يعني داك الشيء رخيص. دابا راه كان عندهم عيد الطفل، داك الشيء اللي جايبين الالعاب بزاف، يعني بحال شكل بيم تقريبا. السكر عندهم 1000 غرام يعني كيلو ب 5.15، هذا فيه 2 كيلو ب 7، يعني كاين هادو ماركت خاصين بهذا الماركت، هذا كاين ماركت رخاص اللي باغي غير يعني يشري حاجه نفس الشيء. هذا الحليب، كاين اللي كياخذ هذا ديال الماركت، كاين اللي كياخذ هذا اللي قلت لكم كيجي السوق الاسبوعي من مره في الاسبوع. ها الزيت بشحال عندهم، جوج ايطروب ب 14 ليره، ها الايطروب 7، كاين الايطروب 6.70، كاين اللي ب 7.5، يعني على حسب الماركه اللي كتاخد. هما دائما كيفكروا في اللي عنده الدخل محدود، يعني اسكار اجرات كياخذوا. فاش كنت جيت انا العام اللي فات يعني كان 1500 ليره، هاد العام هذا زادوا لهم 100 ليره، يعني كيزيدوا لهم في الدخل، دابا تقريبا ولا 1600 ليره. هادشي كامل صنع تركي، داكشي علاش عندهم داكشي رخيص. هادشي ديال الترتيب ديال الخزانات، هادشي ديال البيكنيك، هذا كيف ما قلت لكم هاد ماركت بحال شكل بيم. وبهذا الشكل هذا عطيتكم واحد المقارنه بسيطه ما بين الاثمنه ديال المنتوجات في المغرب وهنايا في تركيا. دابا انايا هابطه هنايا للسبيطار، شحال هذه بقيت حطيت لكم فيديوهات، والفيديوهات اللي كنت كنحط كانوا قدام من عندي في القناه، لانه جالسه مع دوسي هاد اليامات مريضه شويه. دابا راه الحمد لله راه دارت التحاليل ديالها وراه ولات شويه، متنساوش تصدعيو معاها. دابا الحمد لله لقات راسها ما عندها والو، عطاوها غير شي ادويه. كيفما كتشوفو معايا السبيطار ديالهم نقيين، والسيرفيس ديالهم زوين زوين بزاف. بالنسبه في الصباح صورت لكم في الماركت، وهذا عندهم كلشي رخيص، وحتى رغم انه المعاش عندهم دوبل على المغرب، وهنايا مستافدين من بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للانفيرميير عندهم كل شوية كيجيو عندك، يعني كل ساعة كتدخل الطبيب ومع جوج ولا ثلاثة ديال الانفيرميير عبروا لك الحرارة طونسيون، مستافدين يعني من الصحة من التعليم كل شي فابور. كيف ما كتشوفوا في الصباح يعني في السبيطار كيجيبوا لهم الفطور، هذا فطور تركي، يعني بعد الغرفة مجهزة، يعني التلفازة الثلاجة البلاكار ديالك كل شي كاين. هنايا فطور تركي كيف ما قلت لكم، البيض الزبده انواع ديال الفرماج، هذه الزبده كيف ما كتشوفوا، العسل، هما الاتراك كيديروا في الفطور مطيشه والخيار والزيتون. هنايا دابا المنظر اللي كطلع عليه هكا احسن، كتكون الغرفه فيها جوج كبير حتى المريض ما كيجيش الملل، يعني كيبقى يشوف اللي غادي واللي جاي. الغداء عاوتاني يعني يوميا وجبات مختلفه، هنايا الشوربه، اللبن اولا المناظر، الخبز، اما الكفته يا اما اللحم يا اما الدجاج، ولي بات ولا شي حاجه بحال هكا، يعني هادشي اللي كيقدموا، خبز والماء واتاي.
لي مونو يعني كيسولوك واش بغيتي مونو كبير ولا مونو صغير على حسب انت واش فيك الجوع ولا لا، وكيعطيوك لي مونو على حسب العدد ديال الناس اللي في الغرفة اللي في البيت يعني. وهنايا عاوتاني كاين هاد الكافي، طلب اللي بغيتي تجلس هنا برا ولا لداخل. اي كوان في السبيطار فيه هاد الثلاجات هادو، يعني كتلوح الفلوس وكتاخد شنو بغيتي. الشكل هذا عطيتكم فكرة على الحياة هنا في تركيا. كنتمنى أن الفيديو يكون نال إعجاب ديالكم. تلقاو في الفيديو الجاي.